بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا شرح برنامج سيب 2000 فيرجن 15 الإصدار 15. كلمة سيب هي اختصار Structural Analysis Program، برنامج التحليل الإنشائي. قبل ما ندخل على البرنامج في بعض المفاهيم مهم ان احنا نكون عارفينها علشان ان شاء الله واحنا بنتكلم على البرنامج تكون واضحة قدامنا. الستراكشرز المنشآت عندنا بتنقسم الى شقين: سكيلتال ستراكشرز منشآت هيكلية، نون سكيلتال ستراكشرز منشآت غير هيكلية. يعني ايه منشآت هيكلية ويعني ايه منشآت غير هيكلية؟ المنشآت الهيكلية التعريف بتاعها ان منشأ عناصره عبارة عن عناصر احد ابعادها اكتر بكتير جدا من البعدين التانيين. يعني ايه؟ هنشوف الكلام ده. السكيلتال ستراكشر بتنقسم لشقين: بلين ستراكشرز وسبيس ستراكشرز. البلين زي البيم والتراس والفريم. لو نظرنا للفريم هنلاقي ان العنصر بتاع الفريم ده له تلات ابعاد، تلات دايمنشن: العمق والعرض والطول. هنلاقي ان الطول بتاعه اكتر بكتير جدا من البعدين التانيين بتوعه. نفس القصة في السبيس، لو عندنا سبيس فريم وناخد بالنا ان الارش برضو بينطبق عليهم. يعني بنتكلم على ارش فهو بيعتبر من سكيلتال ستراكشرز لان بعده او طوله اكتر بكتير جدا من البعدين التانيين له. اما من سكيلتال ستراكشرز في المنشآت اللي ما يتحققش فيها الشرط ده، زي مثلا بلاطة سقف، هنا انا عندي بعدين كبار مش بعد واحد. لو عندي دوم شيل برضه ده كده كله يصنف من سكيلتال ستراكشرز. الاناليسز التحليل الانشائي بتاعنا بينقسم الى شقين: في عندنا ستاتيك اناليسز تحليل ستاتيكي، وديناميك اناليسز تحليل ديناميكي. اي منشا في الدنيا لازم يكون عليه احمال لودز. الاحمال عندنا بتنقسم الى ثلاثه انواع: جوينت لود حمل نقطه، فريم لود حمل عنصر هيكلي، وسيرفيس لود حمل مسطح. يعني ايه الكلام ده؟ لو بصينا على فريم زي اللي قدامنا ده، الفريم ده مكون من جوينت وجوينت وجوينت اللي احنا بنعلم عليهم بالاحمر دول وجوينت. والجوينت واصله مع بعض بفريم، فريم اليمنت، ادي واحد اثنين ثلاثة. فلو الاحمال بتاعتي بتاثر على الجوينت دي نسميها الجوينت رود. لو الاحمال بتاعتي بتاثر على الممبر على الفريم يبقى ده اسمه فريم لود، سواء بقى كان كونسنتريتد لود، يونيفورم لود، ديستريبيوتد لود، ترابزويدال لود، كل ده بنسميه فريم لود. اما السيرفيس لود فهو ان يكون عندي بلاطه سقف مثلا وعليها حمل مسطح، ودي وحدته بتكون وحده فورس على وحده مساحه، مثلا طن على المتر المسطح، كيلو نيوتن على المتر المسطح. في عندنا حاجة مهمة لازم نكون عارفينها: جلوبال اند لوكال اكس، المحاور العالمية والمحلية. في عندنا ثلاث محاور عالميين معروفين اكس واي زد. دي محاور ثلاثة ما بتختلفش من بروبلم لبروبلم، من مسألة لمسألة، من بلد لبلد، هي محاور اكس واي زد جلوبال اكس. لكن في عندنا ثلاث محاور تانيين بيختصوا بالعنصر، لازقين في العنصر. في محور اكس لوكال ده بيكون في اتجاه طول العنصر، محور واي لوكال بيكون مع العمق مع الدبث، محور زد لوكال بيكون مع البريث او العرض. المحاور دي اسمها لوكال اكس، ساعات نسميها بالاكس لوكال عشان ما نتلخبطش مع الاكس والواي والزد جلوبال. ساعات نسمي الاكس لوكال بواحد والواي لوكال باثنين والزد لوكال بكام؟ بتلاتة، ودي اللي بنسميها لوكال اكسس. محور اكس اللي هو اكس لوكال اللي هو محور واحد في اتجاه طول العنصر، بيصل من نقطة البداية الستارت جوينت إلى نقطة النهاية الاند جوينت. لو جينا بصينا على فريم زي اللي قدامنا ده هنلاقي إن الفريم ده أدي نقطة البداية مثلا وأدي نقطة النهاية، يبقى ده محور واحد لوكال، والعمود عالي 90 درجة محور اتنين لوكال. هنا نفس الكلام، ده البدايه وده النهايه، يبقى ادي واحد لوكال واثنين لوكال.
بداية نهاية، ادي واحد لوكال واثنين لوكال. بتفيد في ايه المحاور اللوكال؟ واخد بالنا ان في محورين جلوبال اكس زد، دي محاور جلوبال مش تفرق بقى مع العنصر ده مع العنصر ده مع العنصر ده، لا مفيش فرق في حاجة. بتفرق المحاور اللوكال والجلوبال انها بتساعدني في توصيف الاحمية. انا عندي المحور الحمل ده رأسي، فالافضل ان انا اوصفه طبعا للمحاور الجلوبال. اما الحمل ده عمود على العنصر ممكن احلله ساين وكوساين، لكن طب ليه اتعب نفسي؟ ما اقدر اوصفه مع المحاور اللوكال واريح نفسي، وكان ده يجي قدام ان شاء الله بالتفصيل. خطوات التحليل الانشائي، عشان اعمل تحليل انشائي لاي مساله في عندي ثلاث خطوات. اول حاجه لازم اوصف المنشا، تاني حاجه بعمل له تحليل انشائي، ثالث حاجه باظهر النتائج. ودي اي لو انت حبيت اي واحد زميلك ان هو يحل لك مساله لازم تمر بالثلاث خطوات دول، لازم توصف له المساله، لازم هو يبدا يحلها، ولازم يطلع لك النتائج ويظهرها لك. طرق توصيف المنشا، وهي دي اهم خطوه في المساله. عشان اوصف اي منشا لازم في طريقتين عندنا، في طريقه انشاء نموذج جديد او استدعاء نموذج موجود. يعني انشاء نموذج جديد يعني انا اعمل مساله from A to Z، يعني من الف للياء، لكن استدعاء نموذج موجود ان انا يكون عندي بعض النماذج للكاميرات والتراسز وابدا ان انا استدعي واحد واظبط البارامترز بتاعته. طبعا احنا غالبا بنشتغل بانشاء نموذج جديد، لان معظم المسائل بتاعتنا والمنشآت ما بتبقاش منشآت تقليديه او ذات مسافات واحده في حيث ان انا اقدر ان انا اعملها. طرق ادخال الاوامر، عشان ادخل الاوامر للساب في طريقتين، في من قائمه الاوامر وفي من اشرطه الادوات، من المنيو بار ومن التول بار. لو بصينا على الصفحه الرئيسيه في الساب هي تتكون من عدة أجزاء. في عندنا هنا فوق ده قائمة الأوامر هي المنيو بار، وفي عندنا هنا أيقونات متجمعة في أشرطة، يعني دول كده شريط ودول شريط فمتجمعين، وده شريط في الجنب على الشمال، دي بنسميها أشرطة الأدوات اللي هي تول بارز. وفي عندنا هنا تحت على اليمين في الوحدات اللي هي اليونتس، وفي عندنا شاشة كبيرة اللي احنا فيها دي اللي هي منطقة الرسم أو drawing area. هي دي الشاشة الرئيسية بتاعت الساب. عشان أوصف أي منشأ في خطوات عندنا لازم أعملها. الخطوات دي أول حاجة لازم أوصف النقط، والنقط دي بنحطها إن احنا نعمل شبكة نحط عليها النقط، يعني ما ينفعش أحط نقط في الفراغ. الشبكة دي ممكن تكون منتظمة أو غير منتظمة، وفي غالبا احنا بنشتغل بشبكة غير منتظمة. هنحط شبكة، نبدأ نيجي من قائمة درو، في حاجة اسمها درو سبيشال جوينت، أو في أيقونة مرسوم عليها نقطة، هبدأ أحط النقط على خطوط الشبكة. بعد كده عايز أوصل النقط بعناصر، يبقى توصيف العناصر. من قائمة درو في عندنا درو فريم، أو في أيقونة مرسوم عليها خط، وأبدأ أوصل النقط بعناصر. في بعض الحالات ممكن اختصر الخطوتين دول في خطوه واحده. في عندنا حاجه اسمها كويك فريم، كويك فريم ان يكون عندي خط بنقطه. الخطوه الثالثه توصيف الركائز، انا عملت خلاص البيم حطيت النقط وصلتها بعناصر، عايز ابدا اوصف الركائز بتاعتنا السبورتس. بنختار النقط ومن قائمه اساين ثم جوينت ثم ريسترينت، او في ايقونه مرسوم عليها نقطه وبعض القيود. في عندنا القطاعات، عايزين نوصف قطاعات للعناصر. طب نوصف قطاعات ازاي وانا لسه عملت تصميم علشان ابدا احط القطاعات بتاعتي؟ زي ما احنا عارفين ان احنا في الاول بنحط قطاعات مبدئيه زي البحر على 10، وابدا احل عشان احسب الاهميه، وابدا احل اعمل اناليسز وديزاين. لو طلع القطاع المصمم قريبا من القطاع اللي انا مفترضه في الاول يبقى العمليه تمشي. لو القطاع المصمم اكتر بكتير جدا من القطاع اللي انا فرضه يبقى لازم اعمل ري اناليسز وريديزاين بالدبث الجديد. طيب القطاعات عندنا بتتم على خطوتين. اول حاجه توصيف القطاعات، ان انا اجي اقول ان عندي كام قطاع وكل قطاع ابعاده ايه، ودي بتتم من قائمه ديفاين ثم سكشن بروبرتيز
بروبرتيز ثم فريم سيكشنز. بتيجي الخطوه الثانيه بقى تخصيص القطاعات، ان انا اقول ان الكاميرا دي تبع القطاع الفلاني والكاميرا دي تبع القطاع الفلاني، ودي بالتالي احنا بنختار العنصر ومن قائمه assign فريم فريم سيكشنز بنختار العنصر القطاع، او في عندنا ايقونه بالشكل ده بنختار بيها القطاع. بنيجي بعد كده عندنا الاحمال. الاحمال عندنا بتتم ببساطه ان احنا بنختار العنصر ومن قائمه assign ثم فريم لودز، وحسب لو انا عايز حمل مركز بنختار بوينت وليها ايقونه، ولو عايزين احمال موزعه ديستريبيوتد بنختار ديستريبيوتد من القايمه او في ليها ايقونه للاحمال الموزعه. تعالوا ناخد مثال ونشوف الموضوع. هناخد مثال اولاني للكاميرات. في عندنا كاميرا هي 3 باكيات، القطاع ده 25 في 40 25 في 60 25 في 40، ابعاد الباكيات 4 متر 6 متر 5 متر. في عندنا حمل 8 طن، وفي هنا حمل 4 طن وحمل 4 طن، وفي هنا حمل 2 طن على المتر. تعالوا نبدا نوصف هذه المساله. اول حاجه بنظبط الوحدات بتاعتنا من الناحيه اليمين تحت. زي ما قلنا في عندنا يونتس، بنختار اليونت اللي احنا عايزينها. احنا طبعا لو شفنا المساله اللي فاتت كانت طن ومتر، انا اتعمد هنا ان احنا نشتغل كلمه نيوتن ومتر علشان نعود الناس بس على التحويل من الطن متر للكيلو نيوتن متر، لان العمليه سهله مفيش فيها مشكله. فاللي احنا هيحصل ان احنا نختار كيلو نيوتن ومتر. هنبدا مساله جديده. عشان نبدا مساله جديده من قائمه فايل نيو موديل، او في ايقونه مرسوم عليها نيو موديل، هيبدا يفتح لي شاشه عشان اما ان انا اختار بيمز او تراسز او فريمز حسب ما يكون، او ان انا عايز احط شبكه احط عليها النقط فبختار جريد اونلي. لما بختار جريد اونلي بيبدا يفتح لي شاشه عشان احدد مواصفات الشبكه الجريد. المواصفات دي بيسالني هنا يعني نمبر اوف جريد لاينز، عدد خطوط الشبكه، انت عايز كام خط شبكه، عمود على الاكس وعمود على الواي وعمود على الزد، وعايز مسافات الشبكه تكون عامله ايه، مسافات خطوط الشبكه سواء كانت العموديه على اكس او على واي او على زد، والفيرست جريد لاين لوكيشن المسافه بتاعت اول خط شبكه برضو في اتجاه اكس وواي وزد. طيب احنا هنعمل ايه؟ تعال نرجع المساله بتاعتنا شويه. دي المساله بتاعتنا هي انا عايز احط هفرض الاورجن بتاعي هنا، انا عايز خط الشبكه هنا محور واحد، محور شبكه واحد عند اكس بصفر، وعايز محورتين عند اكس باربعه، ومحور تيتا عند اكس ب 10، هو ده الاحتافي على افتراض ان ده الاورجن، وعايز محور رابع عند اكس ب 15. واضح ان المسافه بين المحاور مش متساويه، مفيش مشكله خالص. في بالي دلوقتي محتاج اربع محاور عموديه على الاكس، فلذلك انا هاجي هنا واقول له انا عايز اربع محاور عموديه على الاكس، وفي الواي زد اخليهم واحد لان مش عايزهم في حاجه. طيب والمسافات مش هتفرق معانا كتير، وهنقول له اوكي. هل يفتح لي هو شاشه فيها اثنين ويندو، هقفل واحده فيهم من الاكس اللي هنا، وهبدا اشتغل على واحده ثانيه الثانيه. هنلاقي ان احنا عايزين نغير اتجاه الرؤيه. اول حاجه احنا بنشتغل هنا الفريم ده بنشتغله في الاكس زد بلان، يعني ده محور اكس والعمود ده محور زد مش اكس واي، احنا بنشتغل في الاكس زد. طيب هنلاقي في فوق شريط ادوات بيحدد لك اتجاه الرؤيه، في 3 دي، في اكس واي، في واي زد، في اكس زد. هنختار على الاكس زد، هيجيب لي الشبكه بتاعتي بالشكل اللي قدامنا ده. نلاحظ ان الشبكه دي مسافتها متساويه، لان انا من الاول قلت لهم عايز مسافات متساويه. طيب عايزين نغير مسافات الشبكه، ازاي نغير احداثيات خطوط الشبكه؟ من قائمه ديفاين هنلاقي في حاجه اسمها coordinate systems slash grid، اهو من قائمه ديفاين هنلاقي في تحتيها حاجه اسمها coordinate systems slash grids، هندوس عليها ونقول له modify، هيفتح لي شاشه فيها خطوط الشبكه بتاعتي. ادي خط الشبكه الوحيد اللي في واي واللي في زد، وادي الاربعه اللي في اكس، واحد عند الاكس بصفر و6 و12 و18.
واسميهم اي بي سي زي اي بي سي دي. طيب انا عايز اعدل بدل ما صفر وستة واتناشر وتمنتاشر هعدلهم زي الشركة بتاعتنا، هنخليهم صفر واربعة وعشرة وخمستاشر عشان المسألة بتاعتنا. هنعدلهم ندي اوكي اوكي، هنرجع نلاقي الراجل حاطين الشبكة بالمسافات اللي انا قلت له عليها اللي هي المسافات الغير متساوية. عشان نحط نقط على خطوط الشبكة من قائمة درو درو سبيشال جوينت، او ان انا اختار الايقونة بتاعت اد جوينت ودي موجودة على الشمال اهي لو بصينا مع بعض هي دي، وابدأ ادوس انا كليك شمال كليك شمال كليك شمال كليك شمال، يبقى انا كده حطيت النقط بتاعتي. عايزين نوصل النقط بعناصر، هنجيب برضو من قائمة درو درو فريم او الامر بتاع فريم وده موجود برضو على الشمال اهو، وابدا كليك شمال هنا وهنا يروح موصل وهنا وهنا، يبقى اقدر ان انا عن طريق كليك الشمال اوصل النقط بعناصر. طب ممكن اختصر الخطوتين دول من قائمة درو كويك درو فريم او في ايقونة اللي هي العنصر بنقطة. هنيجي بعد كده نحدد الركائز، هنختار النقطة ومن قائمة assign joint ثم restraint زي ما واضح قدامنا، بس اختار النقط الاول assign joint restraints او في ايقونة ليها اللي هي منظرها عامل نقطة وعليها قيود، هيطلع لي الشاشة. الشاشة دي بقدر من خلالها ان انا احدد درجات الحرية المقيدة اللي هي restraint degrees of freedom، وانا عندي 6 degrees of freedom زي ما احنا عارفين، 3 ازاحة في اتجاهات المحاور الثلاثة x y z، بس خد بالك انا مسميهم 1 2 3 وهنعرف ليه قدام ان شاء الله، وروتيشن دوران حوالين المحاور الثلاثة اللي هي 1 و 2 و 3. هو الراجل تسهيلا ليه مديني حاجة بتاعت اسمها فاست ريسترينتس يعني ركائز شهيرة، مديني أربع ركائز شهيرة، الفيكسد سبورت اللي هي الركيزة الثابتة، والهنجد سبورت اللي هي الركيزة المفصلية، والرولر سبورت اللي هي الركيزة الدحرجية، والفري جوينت اللي هي النقطة الحر. فانا بقدر بسهوله جدا انا اختار النقطه وادوس على الايقونه بتاعت الريسترينت واختار نوع السبورت اللي عندي، هعمل الكلام ده فهوصف السبورت ده هنج زي المساله الاصليه وده رولر وده رولر وده رولر. عايزين نوصف القطاعات، هنيجي نبص نشوف من قائمه ديفاين هنلاقي في عندنا سيكشن بروبرتيز ثم فريم سيكشنز اهي define free section properties frame sections. لو بصينا على المسألة بتاعتنا نلاقي ان فيها قطاعين، قطاع 25 في 40 ده القطاع الاول، والقطاع الثاني 25 في 60. لما نختار من قائمة define section properties frame sections بتظهر لي شاشة وفي قطاع موجود مسبقا بيكون اسمه frame f sec 1 frame section 1، بنلاقي في عندنا زرارين مهمين import new property دي الاستيراد قطاع موجود ودي في الغالب في حالة الستيل سيكشن، أو اد نيو بروبرتيز ودي في حالة بروبرتي ودي في حالة إضافة قطاع جديد ودي في اللي احنا غالبا بنستخدمه. تعال نشوف لو قلنا له قطاع جديد اللي هي اد نيو بروبرتي هيطلع لي شاشة فيها مكتوب فوق ستيل وقطاعات اللي غالبا بتستخدم في الستيل سيكشنز التي والاي والشانل، وممكن نغير من الستيل نجيب كونكريت نلاقي القطاعات اللي غالبا بتستخدم في الكونكريت زي ريكتانجولر وسيركولر وبريكاست اي. هنيجي نختار على ريكتانجولر هيروح فاتح لي شاشه فيها السكشن نيم وبكتب هنا اسم السكشن اللي انا عايزه، بيفضل الاسم يكون بلاله عن القطاع بتاعي، يعني القطاع بتاعنا كان 25 في 40 او 40 25 فنسميه سك 40 كروس 25 سيكشن 40 في 25. بيسالني هنا عن دي بدا اسم القطاع، بيسالني هنا عن الماتيريال نوع الماده 4000 في اس اي دي ام دي ماده كونكريت، بيسالني كذلك عن عمق القطاع الدبث وعن العرض بتاع القطاع اللي هو الويدث. بنوصف القطاع ده اللي هو 40 في 25 قلنا عليه، ونلاحظ ان احنا مدخلين الوحده بتاعتنا بالمتر لان انا مختار من الاول يونتس متر، وهاجي بعد كده في السكشن نيم هختار برضه سكشن 60 في 25
وماتريال كونكريت، ووصف الدبث بتاعنا 0.6 والويث بتاعنا 0.25. يبقى كده بقى عندي قطاعين او قطاعين على القطاع اللي كان موجود، قطاع بقى اسمه سكشن 40 في 25 وسكشن 60 في 25. عايزين نخصص القطاعات. هختار العنصر الاول والثالث لان الاثنين دول زي بعض، ومن قائمه assign frame section frame sections او الايقونه دي هنبدا يظهر لنا شاشه فيه القطاعات المعده مسبقا. فيها ثلاث قطاعات اهم، هختار القطاع اللي انا عايزه اللي هو ليكن ال 25 في 40 40 25 وادوس اوكي، وهرجع اخد العنصر الاوسط وبرده ادوس على الايقونه بتاعه البروبرتي فريم سيكشنز واختار سيكشن 25 في 60. هيظهر لي القطاع بتاعنا بالصوره دي، هيكتب لي على كل عنصر السيكشن بتاعه، ده سيكشن 40 في 25 وده سيكشن 60 في 25 وده 40 في 25. عايزين نوصف الاحمال، هنختار العنصر، لازم نختار العنصر، لو ما اخترناش العنصر مش هيمكنني ان انا اختار الايكون. من قائمه assign نختار فريم لودز، وبعدين هنختار بوينت او ديستريبيوتد. بوينت لو انا عايزه مركز، وديستريبيوت لو عايزه موزع. اهو ادي assign frame loads، في عندنا هنا بوينت وفي عندنا ديستريبيوتد. تعال نشوف دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. لو بصينا على الباكية الاولى او الثالثة، تعال نمسك الاولى حتى، هنلاقي ان عليها حمل مركز بوينت لود. فهنختار العنصر من قيمة assign frame loads او point او الايقونة دي، وهنبدأ نفتح لي شاشة اوصف فيها الconcentrated load. عشان اوصف الconcentrated load لازم اختار بعض الحاجات، منها الcoordinate system ونظام الاحداثيات. هل انت عايز تدخل الحمل بتاعك بنظام جلوبال ولا لوكال؟ ممكن دي شرحناها في المثال اللي كان في الاول، الفريم اللي كان عامل كده وكان مرة عندي الحمل هنا رأسي، قلنا الافضل نوصفه جلوبال، وهنا كان الحمل عمودي قلنا الافضل نوصفه ايه؟ لوكال. يبقى احنا في عندنا في الكوردينيت سيستم عندنا في خيارين، عايز توصف الحمل بتاعك في النظام الجلوبال او اللوكال، الاثنين مفيش فيهم مشكله. بنيجي على الدايركشن اتجاه الحمل، لو انت كنت مختار لوكال هيمكنك 1 2 3، يعني الحمل بتاعك في اتجاه انهي محور من محاور اللوكال. ولو انت مختار جلوبال هيمكنك انك تختار اكس واي زد. نلاحظ ان هو ضايف حاجه اسمها جرافيتي. يعني ايه جرافيتي؟ جرافيتي هو محور زد بس زد بالسالب. يعني انا لو عندي حمل منزل لتحت كده، فلو هوصفه في الزد هقول سالب 8 زي ده، لكن لو قلت في الجرافيتي هقول موجب 8، لان هو معتبر ان الجرافيتي هو الزد السالب. طيب هنيجي هنا بقى، عشان اوصف البوينت رودز لازم اوصف مسافه الحمل وقيمه الحمل. بوصف مسافه الحمل من بدايه العنصر وقيمه الحمل. بس مسافه الحمل من بدايه العنصر هو مكنني ان انا اختارها، بس مسافه الحمل من بدايه العنصر هو بيمكنني ان انا اختارها بطريقتين. اما مسافه الحمل من بدايه العنصر يتم ادخالها نسبه من طول العنصر، يعني اقول نص، ربع، تلات ارباع، واحد، او ان انا ادخلها ابسوليوت ديستنس، ان انا ادخلها مسافه مطلقه على بعد متر ونص مترين متر، يعني على بعد كام؟ 2 متر، فدخلها 2 متر. تعال نشوف الكلام ده كده ازاي هنعمله. هنختار الباكيه الاولى والعنصر الاول ومن قيمه assign frame loads ثم joint، وهنيجي نختار العنصر هنقول في النص. ناخد بالنا ان احنا شغالين ريلاتيف، فقلت له في النص قيمه الحمل 80، طبعا ده 8 طن وانا شغال كيلو نيوتن. وزي ما قلت احنا عاملين كده علشان الناس يعني نتعود ان احنا نحول بسهوله جدا من الطن للكيلو نيوتن، يعني فرق 10. ال 8 طن بتساوي 80 كيلو نيوتن. وطبعا عشان انا قايل جرافيتي دخلت 80 بالموجب، لو كانت قلت زد كنت هدخل ال 80 بالسالب. نفس القصه هنختار العنصر الثالث، هنلاقي عليه حملين عادي، واحد على بعد متر ونص من بدايه العنصر والثاني على بعد 3 متر ونص من بدايه العنصر. فجيت اخترت ابسوليوت، طبعا بختار الطريقه الانسب لي، يعني هنا انا عارف المسافات فما يوجعش دماغي واقعد اقول 1.5 على 5 وغير مناسب، ليه بدخل على طول بالابسوليوت ديستنس. هقول له 1.5، هقول له 1.5 و
واحد ونص واربعين كيلو نيوتن، وعلى بعد ثلاثة متر ونص في عندنا كمان اربعين كيلو نيوتن. هيظهر لي الأحمال بتاعتي كده، ادي 80 كيلو نيوتن في النص، وادي 40 كيلو نيوتن و40 كيلو نيوتن على بعد متر ونص و3 متر ونص. عايزين نوصف الديستريبيوتد لود. هنختار العنصر الثاني من كلمة assign frame loads from distributed. هيظهر لي شاشة تشبه الشاشة اللي فاتت، برضو في عندنا coordinate system نظام الأحداثيات global local، في عندنا الدايركشن اتجاه الحمل لو لوكال 1 2 3، لو جلوبال اكس واي زد، بس هيزيد عندنا 3 اكس بروجكتد واي بروجكتد زد بروجكتد. لو نفتكر زمان كان ساعات في الوسائل بتاعه الاستراكشر يكون في عنده حمل مائي، عنصر مائي وعليه ديستريبيوتد لود، بس يقول ان ده هوريزونتال بروجكشن، يعني لكل متر من المسقط مش لكل متر مائي. طيب فزي ده وزي ما موجود عندنا الجرافتي زي ما قلنا. طيب هنيجي بعد كده بيانات الحمل شبه المنحرف ترابزويدال لودز. ما هو الحمل الديستريبيوت هيكون حاجتين، يا اما ترابزويدال يا اما يونيفورم. لو ترابزويدال هندخل رؤوس الحمل الترابزويدال عن طريق مسافه وحمل، يبقى ندخل مسافه راس الحمل من بدايه العنصر وقيمه راس الحمل الترابزويدال. برضو اما هندخلهم ريلاتيف نسبه او ادخلهم ابسولوت. تحت خالص في اليونيفورم لود، لو انا عندي الحمل بتاعي موزع منتظم يبقى هاجي اقول له قيمه الحمل الموزع المنتظم بكام على طول. نرجع لمسالتنا، نختار العنصر الثاني لو نفتكر اللي هو ده عليه حمل موزع منتظم مقداره 2 طن على المتر او 20 كيلو نيوتن على المتر، والدايركشن بتاعه جرافيتي لو بالموجب وزد لو هدخله بالسلم. وده اللي حصل، قلت له جلوبال وجرافيتي، وهاجي هنا اقول له انا في عندي على بعد يونيفورم لود مقداره 20 كيلو نيوتن، اما الترابيزويدال فانا سبته ما كتبتش فيه اي حاجه وهدوس اوكي، راح مطلع لي اليونيفورم لود بتاعي. نلاحظ ان لما هيطلع اليونيفورم لود هيخفي الكونسنتريتد لودز، هو مش مساحه هو مختفيه بس. لو عايز اظهر كل الاحمال مع بعض من قيمه ديسبلاي شو لود اساين ثم فريم، ديسبلاي شو لود اساين ثم فريم واوكي، هيظهر لي الاحمال كلها مع بعض. انا كده وصفت المساله بتاعتنا. هنحفظ النموذج من قائمه فايل سيف وندوس على رمز الديسك. تعالوا مع بعض نعمل الكلام ده ونشوف ازاي هنطبقه. زي ما قلنا في الاول خالص هنغير اليونتس كيلونيوتن متر من قائمه فايل موديل جريد اونلي. احنا كنا عايزين اربع خطوط شبكه في الاكس وواحد في الواي وواحد في الزد، وندوس اوكي. هو فتح لي شاشتين، انا مش عايز واحده فيهم. هختار انا هو من هنا بيبص هو في الاكس واي بلين، لا انا عايز مين؟ الاكس زد بلين. نلاحظ ان احنا عندنا فوق شريط الادوات ممكن اخفي بعضها، لو عايز كليك يمين في حته فاضيه كده ممكن اشيل اللي انا عايزه او اللي مش عايزه. بس نسيب درو بنعوزها كتير. وفي عندنا الستاندر اللي هي موجوده فوق دي، ودي اهم حاجه عندنا. طيب انا كده عملت شبكة منتظمة، بس أنا مش عايز شبكة منتظمة. هدخل من قائمة define coordinate system slash grids modify، بدل من 0 و6 و12 و8 نفتكر كانت الأول محور، تاني محور 4 والتالت 10 والرابع 15. هقول له أوكي أوكي. راح الراجل مغير مسافات الشبكة وبقت شبكة غير منتظمة. هاجي أجيب أمر draw special joint وكليك شمال، كليك شمال، كليك شمال عند التقاطع بتاع خطوط الشبكة. خلصت الأمر هدوس اسكيب. هجيب أمر درو فريم ووصل النقطة الأولى بالثانية بالثالثة بالرابعة،
خلصت هدوس سكيب. كان ممكن هنعمل اندو بس عشان نشوف الحته دي. كان ممكن ان احنا من غير النقط والعناصر نجيب كويك فريم. ندوس في النص كده نحط النقط بايه بعناصره. وغير بس النقطه اللي مش باينه هنشوف قدام زي ما بينا هي موجوده بس مش باينه. طيب يبقى احنا كده حطينا النقط بعناصرها. عايزين نحط السبورتس هنختار النقطه وندوس على الايقونه بتاعه الريستريينت مش موجوده هنا. لو دوسنا كليك يمين في حاجه اسمها الساين بوينت وادي الايقونه اللي احنا بنتكلم عليها. نقول له ندهنج النقطه الثانيه هنشوف النقط ظهرت هنا الثانيه والثالثه والرابعه هنقول انهم عباره عن رولر. اوكي يبقى انا كده وصفت السبورتس بتاعتي. عايز ابدا اوصف قطاعات واخصصها من قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشنز. في قطاع موجود اللي هو اف سيك 1 ماليش دعوه بيه هنقول له اد نيو بروبرتي كونكريت ريكتانجولر. هنسمي القطاع ده بدل ما هو اف سيك 2 هنسميه سيكشن 40 في 25. فمش هنعمل فيه اللي هي الستار هنعملها اكس عشان مش ممكن ما يقبلش بعض الفيرجنز الحروف الخاصه. هنيجي نقول له ان هي ابعادها عندنا 40 في 25. اوكي هنوصل كمان قطاع ريكتانجولر سيكشن هنسميه سيكشن 60 في 25 وهنوصف الدايمنشنز بتاعته 60 في 25. اوكي بقى انا عندي قطاعين قطاع 25 في 60 و 40 في 25 والقطاعين بيضاف القطاع اللي كان موجود اللي انا مش عايزه. في عندنا قائمه اسمها الساين لاين عشان تظهر الايقونه بتاعت الاساين فريم. هختار العنصر الاول والثالث ومن قائمه الساين فريم سيكشنز تيجي لي قطاعات او ان انا ادوس على الايقونه دي وان كان اظن ان هي ممكن تكون ما بتشتغلش ببعض الفيرجنز. يبقى الساين فريم سيكشنز ونختار 25 في 40. نلاحظ ان هو اوتوماتيك كان مدي كل عنصر ومسكنه على اف سيك 1 مش مشكله انا بغيرهم. يبقى انا غيرت الاثنين دول خليتهم 25 في 40 هاجي اختار برضو العنصر ده من قائمه الساين فريم سيكشن وهقول له 60 في 25. عايزين نوصف الاحمال بتاعتنا. هنا في كونسنتريتد لود اما اختار الايقونه بتاعت الكونسنتريتد لود وان كان برضو ممكن هي ما تكونش شغاله. الساين فريم لود ذا بوينت هقول له ان افتجاه الجرافيتي عايز في النص حمل مقداره 8 طن في الجرافيتي او 80 كيلو نيوتن زي ما احنا شغالين. هاجي اختار العنصر الاخير وبرضو الساين فريم جوينت فريم لودز بوينت وهختار اشتغل بنظام ابسوليوت ديستانس هقوله على بعد متر ونص في حمل 40 وعلى بعد 3 متر ونص في حمل مقداره 40. اوكي عايزين نبدا نوصف الكونسنتريتد اليونيفورم لود الديستريبيوتد. هنروح داخلين من قائمه الساين فريم لودز ديستريبيوتد وهنقول في عندنا يونيفورم مقداره 20 في اتجاه الجرافيتي. اوكي طبعا هو ما ضاعش احنا لو دخلنا من قائمه ديسبليشو لودز فريم اوكي هيظهر لي كل الاحمال بتاعتي. طيب دلوقتي انا خلصت هبدا احفظ المساله بتاعتنا هنسميها موديل نمبر 1. عايز ابدا احل المساله نرجع تاني نشوف. لو عايز احل المساله بتاعتنا من قائمه انالايز في حاجه اسمها ران اناليسيس انالايز ران اناليسيس او ادوس اف 5 او ادوس على الايقونه بتاعت التشغيل. هتظهر لي شاشه اقول له ران ناو يبدا الراجل يحل. بعد ما يحل عايز اظهر النتائج
هنشوف النتيجة بتاعتنا هي عبارة عن ثلاث حاجات: إظهار المنشأ المشكل بفورمات شيب، إظهار الأفعال الركائز السبورت رياكشنز، إظهار أشكال القوى الداخلية الانترنال فورس دياجرامز. عشان نظهر المنشأ المشكل في عندنا من قيمة ديسبلاي شو ديفورمات شيب أو في أيقونة مرسوم عليها ديفورمات شيب، وهيظهر لي شاشة أدوس أوكي يورين ديفورمات شيب. بس ممكن إن أنا أظبط السكيل مقياس الرسم المرسوم بيه الديفورمات شيب، وممكن اشوف المنشأ الاصلي مع المنشأ المشكل عن طريق الواير شادو اللي بتظهر المنشأ الاصلي مع المنشأ المشكل. تعالوا نشوف الكلام ده كده مع بعض. هنعمل اناليسيز ران اهو، ادي الايقونه ران ناو. الراجل خلص حل وطلع لي اوتوماتيك الديفورمات شيب. طيب فين ادي الايقونه اللي بتاعت الديفورمات شيب اللي احنا بنتكلم عليها؟ ممكن نخلي السكيل مختلف، يعني سكيل 1000 لو خليناه 2000 يبقى انا ممكن اراعي السكيل اللي انا عايزه او اخليه اوتو فهو يظهر لي السكيل. الواير شير اللي يوريني المنشا الاصلي، يعني ادي المنشا الاصلي وادي المنشا المشكل بحيث اقارن ما بين الاثنين. طيب انا لو عايز اشوف ردود افعال الركائز السبورت رياكشنز من قيمة display show forces ثم joint، او في ايقونة عندنا اي display show forces joint او F7، وبختار من هنا ال او في ايقونة مرسوم عليها الفريم بين المومنت وتحتها كلمة joint. يبقى انا لو عايز اشوف الرياكشنز على المنشأ بتاعنا بدوس F7 او بختار من display show forces joint او من الايقونه بتاعت الريزلتس بختار joint. بيرو على طول بيوريني الرياكشنز بقى ما يوريني شاشه. تعالوا نشوف الكلام ده من قائمه display show forces joint. اوكي راح مطلع لي الرياكشنز اللي عندي، او من هنا اختار joint اوكي او ادوس على F7. طيب يبقى كده شفت الرياكشنز بتاعتنا. عايزين نشوف بقى القوة الداخلية اللي عندنا من قائمة display برضو show forces frame، اي display show forces frame، او ان الايقونة بتاعت الريزلتس هلاقي تحت الجوينت في حاجة اسمها فريم ادوس عليها هيظهر لي الشاشة. الشاشة دي بختار منها الكومبوننت بتاعت الرسم اللي انا عايزه. في عندي اكسيال فورس ده النورمال فورس دياجرام، في الشير 2-2 ده الشير فورس دياجرام، في المومنت 3-3 ده البين المومنت دياجرام. طب ليه دول كده؟ لان الفريم لو تفتكروا معانا كان له لوكال اكسس 1 و2 و3، فالاكس الفورس اللي هي النورمال، الشير بتاعنا هو اللي بيكون اللي هو الشير امبلان بيكون في اتجاه محور 2 فاسمه الشير 2-2. المومنت اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو المومنت اللي بيلف كده، المومنت اللي بيلف كده بيلف حوالين محور 3، فلذلك بنسميه شير مومنت 3-3. في عندنا تحت هنا سكيلنج اللي هو اوتو وسكيل فاكتور مقياس الرسم. في عندنا اوبشن في الدياجرام لو انت عايز تظهر الشكل متلون، وفي شو فاليوز اون دياجرام لو انت عايز تظهر القيم على الشكل. تعالوا نشوف الكلام ده كده مع بعض. هنيجي نختار من قائمة display show forces frames او F8، هنختار M33 اوكي. راح الراجل موريني البيننج مومنت، وده اللي حصل هنا، ادي البيننج مومنت بالتلوين وبالاشكال وبالقيم. يبقى ادي البيننج مومنت بتاعنا، لو دوسنا F8 او من هنا دوسنا على frames وقلنا له احنا عايزين show values، راح مطلع لي القيم بتاعت البين مومنت نيجاتيف فوق السبورت وبوزيتيف بين السبورتس وبعضها. طيب نفس القصه عايز اشوف بقى الشير عادي برضو الشير فورس دياجرام، وان كان هنلاحظ ان الشير هنا مقلوب. طب الحل بتاعه ايه؟ الحل ان انا بدخل على بديله مقياس رسم سكيل فاكتور بالسالب، يعني هو الاصل في السالب اللي بيرسم الشير مقلوب، فانا عشان اعدله عشان يبقى زي ما احنا متعودين بديله سكيل فاكتور بالايه؟ بالسالب. بحيث ان انا هاجي اختار هنا اقول له سكيل فاكتور
بس يحطوا بس الاول اسم الايه المومنت اسم الشير توتو اهو ادي المومنت ادي الشير بتاعنا ونخلي في الدياجرام حتى اهو ادي الشير دياجرام بتاعنا المقلوب عايز اخليه بقى بالشكل اللي احنا عارفينه هنيجي على السكيل فاكتور ندير السكيل فاكتور بالسالب يقوم يعدل هولس الاكشن على الشمال طالع يطلعني زي ما احنا متعودين في الشغل بتاعنا عايزين نزل القيم عليه مفيش اي مشكله فيها طبعا النورمال فورس يكون بزيرو لان البنز عندنا مفيش فيها نورمال فورس طيب في بس ملحوظه مهمه ممكن نلاحظها هنا هنلاحظ ان الشير هنا بينزل تدريجي المفروض يكون ثابت طب ده ليه؟ لانه في الاصل بياخد الاون ويت في الاعتبار. طب هو عارف الاون ويت منين؟ مش انا مديله قطاعات 25 في 40 50 في 60 فهو حسب الاون ويت واشتغل وخده في الاعتبار فكان في عندي يونيفورم لود موجود على الكاميرا كلها فبيعمل لي نزول تدريجي بسيط في الشير. طيب انا لو عايز الغي الاون ويت من الاعتبار كمساله نظريه لكن في الحاله العمليه عمري ما الغي الاون ويت من الاعتبار. طيب بعمل ايه؟ اول حاجه بيلزم ان انا احذف التحليل لان عشان اعدل اي تعديل في المساله لازم اول حاجه افتح القفل بتاعنا علشان اعدل ما ينفعش ان انا بعد ما خلصت المساله اروح معدل في المساله واقول ما خلاص من نفس النتائج لا ده لازم الغي الحل وابدا اعدل واعمل محل المساله من اول وجديد. لما نيجي نفتح نقفل بيدينا رساله تحذيريه بيقول لي خد بالك انا همسح لك الحل اوكي. لو عايزين نلغي الاميت من قائمة ديفاين لود باترنز هتفتح لي الشاشة دي هلاقي في حاجة اسمها سيلف ويت مالتي بلاير معامل أخذ الأمنيات في الاعتبار ونلاقي تحتها رقم واحد هنعدله زيرو وندوس موديفاي عشان يتعدل الزيرو تحت وندوس اوكي ونعمل ران من تاني تعالى نفتح القفل اهو رساله تحذيريه هنيجي من قائمه ديفاين لود باترنز ادي السيلف ويت ملتي بلاير بواحد نخليها زيرو موديفاي اوكي تعالى نحل كده ران ناو هتجيب لي طبعا اخر حاجه كنت رسمها الشير شايفين الشير بقى مستطيل تماما ليه؟ لان انا لغيت الاونويت من الاعتبار ممكن نوصف المنشأ بطريقه ثانيه ممكن ده نتابع بعد كده ان شاء الله ان انا اوصف النقط زي ما اتعودنا على شبكه يعني نحط شبكه نحط عليها النقط بس قبل ما اوصف العناصر هوصف القطاعات بحيث ممكن ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشنز هوصف القطاعات بتاعتنا لما اجي اوصف العناصر بقى ممكن الدروع نختار درو فريم وارسم العناصر مع اختيار القطاع بتاعها لان هو كان بيفتح لي الشاشه اللي ما كنتش ببص فيها الشاشه دي فيها هنا سيكشن يبقى انا هوصف القطاعات الاول بحيث لما اجي ارسم العناصر ارسمها بالقطاعات الحقيقيه بتاعتها انا بكده كنت برسمها بقطاع اسمه اف سيك 1 وارجع اخصصه لا انا هنا هرسم على طول بالقطاع بتاعنا وطبعا ممكن نستخدم الكويك فريم لو عايزين بيجي بعد كده الركائز وبيجي بعد كده الاحمال بتاعتنا كده نكون ان شاء الله خدنا فكره موجزه عن كيفيه توصيف البيمز في برنامج